يقول تعالى قل، خطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولنا جميعا، فهو قدوتنا وأسوتنا، هو الله أحد، هو الواحد الذي لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. ولهذا كان هذا الاسم وهو الأحد لا يسمى به غير الله عز وجل. فإن من أسماء الله أسماء لا يسمى بها غيره سبحانه وبحمده، كالله الأحد، الرحمن، خلاق، والرزاق. حتى قيل لأحد علماء العربية وهو ثعلب، أحد جمع أحد؟ قال معاذ الله، أحد جمع واحد. تجنبا لأن يجمع هذا الاسم، فإذا كان هذا الاسم لا يطلق إلا عليه سبحانه وتعالى فلا يجمع. ولفظ الجلالة الله معناه ذو الألوهية والعبادة والعبودية على خلقه أجمعين، وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى. حتى قال بعض أهل العلم إنه الاسم الأعظم. قيل، وهذا من لطائف اللغة العربية وعلمائها، قيل لسيبويه ما أعرف الأسماء. تعرفون أن الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة، والمعرفة هي ما دل على شيء معين. فقال أعرف الأسماء الله، أعرف الأسماء، أعظم الأسماء، أكبر وأجل الأسماء الله سبحانه وبحمده. فالله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بتوحيده وإفراده بالعبادة، ويأمر جميع الخليقة بذلك. إذ هذه مهمة محمد صلى الله عليه وسلم ومهمة جميع الأنبياء قبله. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ثم قال عز وجل الله الصمد، أي الذي تصمد إليه جميع المخلوقات في جميع الحاجات. فهو ربهم وهو إلههم وهو المتصف بالصفات الكاملة، فهو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في حلمه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحكيم الذي كمل في حكمته، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وبحمده. فلا ريب أن تتوجه إليه القلوب والألسنة والأكف بالتضرع إليه في طلب الحاجات. فللناس حاجات، ولهم أمور يطلبونها في دنياهم وفي أخراهم، وتلك الحاجات بيد من يقول للشيء كن فيكون سبحانه وبحمده. ولهذا يتأكد على كل مسلم أن يصمد إلى ربه في كل أحواله وأموره، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، لا إلى ولي ولا إلى رجل صالح ولا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، وإنما يرفع حاجاته إلى ربه سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل
بعد أن ذكر صفات الكمال التي يتصف بها شرع في أنفي صفات النقص، فقال لم يلد ولم يولد، وهذا من كماله سبحانه وبحمده، فليس له ولد تعالى وتقدس عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وفيه الرد على النصارى الذين يزعمون أن المسيح ابن الله، وعلى اليهود الذين يزعمون أن عزيرا ابن الله، وعلى مشركي العرب الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله. أن يكون له ولد؟ وكيف يكون له ولد سبحانه وبحمده؟ يمتنع كل الامتناع أن يكون له ولد لأمور. أولا لأن الولد من جنس والده، وربنا سبحانه وتعالى لا كفء له ولا ند ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيا الولد لا يكون إلا من زوجة، وتعالى ربنا وتقدس أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهو بكل شيء عليم. وثالثا أن الولد لا يكون إلا لمن يحتاج إلى الولد، وربنا عز وجل الغني الحميد الذي يحتاج إليه العبيد، وحاشاه أن يحتاج لأحد. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. وأيضا الخلق كلهم عبيد له مملوكون، وكيف يكون العبد ولدا لسيده وخالقه ومالكه سبحانه وبحمده؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فحاشاه عما يقول الجاهلون والجاحدون علوا كبيرا. ولم يولد سبحانه وبحمده، فلم يسبقه عدم، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتفسير هذه الأسماء الحسنى في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو تعالى لم يلد وحاشاه ولم يولد. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ثم قال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. بعد هذه الأوصاف الجليلة والأوصاف العظيمة لربنا عز وجل ليس له كفوا ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولا سميا، هل تعلموا له سميا؟ فإذا كانت تلك أوصافه فكيف يكون له كفء من خلقه سبحانه وبحمده؟ وقد اشتملت هذه السورة العظيمة على أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الألوهية في لفظ الجلالة الله،
فالله هو المألوه المعبود دون ما سواه. وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات في قوله عز وجل الله الصمد، فالخلق كله يصمدون إليه في حاجاتهم إذ هو ربهم، وهم يتوجهون إليه في كل رغباتهم إذ هو المتصف بالصفات الكمال والجلال والجمال، فهو الغني الحميد الرحمن الرحيم العلي العظيم سبحانه وبحمده. وأما قوله أحد فهو ينتظم الأقسام الثلاثة كلها، فهو الأحد في ربوبيته، الأحد في ألوهيته، الأحد في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده.